قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. تعرف مدينة تينزانواتين الحدودية عودة الهدوء بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا، أين تم عقد لقاء من قبل السلطات الأمنية وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثل المجتمع المدني، أين أدى إلى الخلوص بجملة من القرارات حسب ما أكد عليه أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتمن راستا، أين تم الاتفاق حول نزع الأسلاك الشائكة وفتح نقاط عدة للعبور للبدو والرحل ومربي المواشي للمرخص لهم، كما تم الاتفاق على توفير 67 منصب لحامل شهادات عليا ومد الأيدي للمجلس الشعبي البلدي تينزاواتين للتفاهم بما يسمح برفع التجميد عنه، إضافة إلى فتح التجارة الحرة بين تينزاواتين والدول المجاورة لتصبح تينزاواتين منطقة تجارية، إضافة إلى استشارة أعيان المنطقة وممثليها في أي قرارات مستقبلية تخصهم، كما سيتم إطلاق سراح المعتقلين بعد انتهاء التحقيقات لكشف ملابسة القضية. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.